تنضم إلينا من باريس مراسلتنا عزة غريبي. عزة، استراتيجية أوروبية موحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، هذا ما يبحث عنه اليوم الأوروبيون في حربهم ضد الإرهاب، فما حجم التعويل على هذه القمة المصغرة وأي قرارات مرتقبة؟ حجم التعويل كبير ميشيل، بعد قليل سيصل المستشار النمساوي إلى قصر الإليزي، سيعقد غداء عمل ونقاش مع الرئيس الفرنسي، والبلدان فرنسا والنمسا كانا ضحية للإرهاب في الأيام القليلة الماضية سواء في نيس أو في فيينا، وبعد هذا النقاش سينضم إليهما في قمة افتراضية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إضافة إلى مسؤولين أوروبيين لبحث استراتيجية أوروبية لمواجهة الإرهاب، خاصة مسألة تمويل التنظيمات المتطرفة، مسألة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأيضا مسألة التعاون الاستخباراتي بين الدول الأوروبية. سيطرح هذا الموضوع مجددا يوم الجمعة في اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين، وبعد ذلك سيطرح بشكل موسع على القمة الأوروبية كما علمنا التي ستعقد في ديسمبر المقبل، وبالتالي ربما هذا النقاش الذي سيجري اليوم ردا على سؤالك ميشيل هو سيكون نواة لقرارات أوروبية ستؤخذ لاحقا، ستعرض على الدول الأوروبية، الدول التي كانت أكثر مواجهة مع التنظيمات المتطرفة ومع الإرهاب هي التي ستتحدث اليوم بين بعضها، ولكن كل القرارات والاستنتاجات التي ستخرج من القمة اليوم ستعرض على القادة الأوروبيين، وربما يكون هناك قرارات أوسع الشهر المقبل. شكرا لك عزة غريبي مراسلتنا من باريس.